الفكره ابتدت معانا من 12 سنه، وكانت عباره عن شله صحاب كنا قاعدين مع بعض عايزين نفطر الصايم ازاي. كنا تقريبا حوالي نعمل 15 ل 20 وجبه، وكانت الفكره كلها كانت قايمه في البيت، يعني في بيت شخص ما من عندنا كان بيعمل الاكل، وبننزل ساعه الفطار بنوديها للناس، ما كناش بناكل الناس في الشارع. دي اول حاجه، فكانت الفكره عندنا اول رمضان، والفكره يعني كبرت في دماغنا. ابتدينا نجهز لها. السنه اللي بعديها عملنا حاجه اسمها جمعيه بيننا وبين بعض، كان تقريبا كل واحد اللي بيقدر يدفعه 50 جنيه 100 جنيه، طبعا الكلام ده كان من 12 سنه، فكان المبلغ يعني كان كويس. كل شهر بنقدر نجمعه لغايه لما نيجي في رمضان اللي بعده يبقى معانا مبلغ. وقدرنا من 20 فرد ابتدينا نعمل 100 فرد. ابتدينا نفكر ان احنا ما نوزعش كمان في البيوت بس، لا احنا نخلي القعده في الشارع. ابتدينا ان احنا نجيب تجهيزات المطبخ الكلام ده كله، واللي كان بيقدر يساهم معانا باي حاجه كان بيقدر يساهم. في ناس ساهمت بالمكان بالمطبخ، في ناس ساهمت معانا بالاجهزه زي البوتاجاز او الانابيب او الحاجات اللي احنا كنا نقدر نشتريها. الاكل طبعا في ناس برضو كانت بتساعد ان احنا نكمل مثلا تجهيزات لينا، يعني انا مثلا انا راجل مثلا بقف في المطبخ، في غيري بيعرف مثلا يعمل حاجه ثانيه، يعمل عيش خصوص، اللي بيعرف يعمل العصير، اللي بيقدر بس يجهز ويفرش. فكان الموضوع كبير جدا. ابتدت واحده واحده ان الناس هم في المنطقه من رجال الاعمال او الناس اللي هم الخير ابتدوا يقفوا معانا. طبعا ابتدينا نتوسع في المائده. الناس في ناس مش قادره تنزل بتتكسف. ابتدينا بالناس اللي حوالينا، ابتدينا المائده ب 20 كرسي بخمس ست ترابيزات، عدد الوجبات كان 20 تقريبا 30 40 وجبه. ابتدت المائده تزيد كل سنه عن سنه. ابتدينا نكتشف اللي في ناس محتاجه بتتكسف تنزل تقعد في المائده. عملنا فكره وجبات تروح لهم البيوت. طبعا احنا عارفينه الناس محتاجه، عاملين عليهم بحث من المنطقه اللي حوالينا الاول، شوارعنا ناسنا من نعرفهم. بعد كده تطرقنا بقى لشوارع ثانيه. بعد كده احنا الازمه اللي حصلت كورونا خلتنا نفكر فكره ثانيه، نعمل حاجات عشان طبعا البعد، نعمل بعد والاجراءات الاحترازيه. نودي ندي الانسان البني ادم البون يخش يصرف من مركز التوزيع اللي احنا عاملينه. والحمد لله يا ماشيه بخير تمام. فكره البونات جات لنا من يعني حاجتين عملنا فكره البونات من خلالهم. الحاجه الاولانيه عشان خاطر التكدسات ونعمل اجراءات احترازيه وتباعد. تاني حاجة العامل الإنساني، اللي في ناس أصلا بتتكسف تيجي تقعد على الكرسي في الشارع في المائدة، فإحنا عاملين اللي هو ما يتكسفش وعامل إنساني إحنا بنوديله ونوصله لغاية بيته. المائدة بتاعتنا بدأت من حوالي 13 سنة. جت الفكرة كنت قاعد أنا ومجموعة من أصحابنا بنتكلم عايزين نقدم مساعدة لأهل دايرتنا وأهل منطقتنا، وقلنا نعمل وجبات في رمضان نقدمها للناس بالبيوت الغير قادرين. الحمد لله رب العالمين. بدات الفكره لما مجموعه من المال لمينا، بدانا ب 3000 جنيه، قلنا هنعمل حوالي 100 وجبه. فالحمد لله رب العالمين الموضوع فتح معانا، ابتدت اهل الدايره واهل المنطقه يساووا معانا، اللي بقى يساهم ب 100، اللي بقى يساهم ب 500. جات لنا فكره بعد كده ان احنا نعمل جمعيه عشان رمضان اللي بعده. قلنا نعمل جمعيه كل واحد يساهم باستطاعته، اللي ساهم ب 50، اللي ساهم ب 100، اللي ساهم ب 60، اللي ساهم ب 200. وطبعا كان لينا نصيب من جيراننا الاقباط. كان في حد اسمه المستر ادوارد، حد محترم جه شافنا بيه يا شباب انا شايفكم بتعملوا حاجه لرمضان، ايه اللي انا اقدر اساعد بيه معاكم؟ طبعا احنا كنا اشترينا ديب فريزر عشان نحط فيه الحاجه اللي بتجيلنا، المساعدات اللي بتجيلنا، الفراخ واللحمه والكلام دوت، نحطها في ديب فريزر، وحاطين الديب فريزر في الشارع، والكراسي بتاعت المعده كنا حاطينها في الشارع. فالراجل جه بصراحه قال لك اقدر اساعدكم في ايه؟ قلت له باللي انت تقدر عليها يا استاذ ادوارد. الراجل قال انا ما املكش الا المحل بتاعي ده اللي انا املكه، وده مني ليكم للمائده لله. فطبعا بنشكره وشكر جزيل،
وطبعا اهل الدايره اللي بيساهموا بفكره اللي بيساهموا بمجهود اللي بيساهموا بفلوس. وده طبعا الحمد لله احنا بدانا ب 3000 جنيه الكلام ده من حوالي 13 سنه. النهارده اليوم بيبدا معانا من 8000 لحوالي 10000 جنيه في اليوم طبعا على حسب الوجبه. كل وجبه غير الثانيه، في وجبات الفراخ غير وجبات اللحمه غير الكبده غير السمك غير الكفتة. الحمد لله احنا يومنا متنوع جامد الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا الموضوع ما كناش متوقعينه، انا واحد من الناس ما كنتش متوقع ان الموضوع يوصل معانا كده. الموضوع انا كنا بنحلم ان احنا ناكل 100 فرد او نقدم 100 وجبه. النهارده الحمد لله الموضوع وسع معانا بفضل ربنا سبحانه وتعالى ثم بفضل الناس، بقينا نوصل لاكثر من 1000 وجبه في اليوم. والموضوع مش قاصر على الشارع بتاعنا بس، شارع فاضل الوسطاني، لا الموضوع تحول بقت منطقه رود الفرج كلها صب على المائده بتاعتنا الحمد لله رب العالمين. وده بشكر بيه اهالي رود الفرج كلهم. احنا بنحلم ان هي تكون المائده بتاعتنا هي كل شهر بدل كل سنه، وهي مشكله معانا ان هي تكلفتها عاليه شويه بخصوص اللحمه والفراخ والسمك اللي بنجيبه، لان تكلفه اليوم معانا بتتكلم حوالي 150 كيلو لحمه فيما فوق، وده بتكلف تقريبا ماديا حوالي 16 او 17000 جنيه لحمه فقط، غير الرز او المكرونه او الحاجه اللي بنعملها جنبها. ولو احنا بنعمل فراخ بنتكلف حوالي في الفراخ حوالي 200 او 250 فرخه في اليوم، وده برضه تكلفتها بتبقى عاليه جدا، بتخش في حوالي من 10 ل 13000 جنيه في اليوم، غير السمك برضه بنعمل سمك فيليه والكلام دوت. فالسمك الفيليه برضه بيتكلف حوالي تقريبا 10000 جنيه، بنعمل حوالي 800 ممكن نوصل ل 900 او 1000 وجبه في اليوم، وده طبعا بدعم الناس. ومعانا اخواتنا كتير بيساهموا معانا في المائده، اخواتنا المسيحيين بيشاركوا معانا في المائده وبيساهموا معانا، يعني ربنا يجازيهم خير. والمائده بتاعتنا بنحلم بعد كده بعد كل شهر ديت ان شاء الله وربنا كرمنا بيها، بنحلم ان احنا كل اسبوع او كل يوم ان احنا نعملها، بيبقى الخير عام على الناس كلها يوميا، وكله بفضل الله وكله بيرزق من فضل الله عز وجل. احنا مجموعه شباب من اهل الخير كلنا قايمين على هذا العمل في هذا المكان في شارع فؤاد الوسطاني برود الفرج. مائدة ما شاء الله، يعني زي ما انتم شايفين ورايا الاعداد بتتزايد كل حد حين صلاة المغرب. فضل ربنا سبحانه وتعالى استمرت لمده 13 سنه. الموضوع بدا من 100 فرد، وصلنا النهارده 1200 فرد. بدا الموضوع مش شارع واحد، لا بقت المنطقه كامله كلها. وده راجع برضو للجهود الذاتيه بتاعت اهل المنطقه ومساعدات الناس وشباب المنطقة اللي بيقدموا مجهود جبار بيقوموا بيه، وكل ده بدون أي مقابل. كل الشباب اللي قايمة على عمل المائدة بدون أي مقابل.